هل وعد الله حق باللطف الإلهي؟ لا شك ولا ريب. هل توقف اللطف الإلهي من 1200 سنة؟ طالما حضرتك أقرت وقلت اللطف الإلهي ألا يترك الله عباده هملا بدون حجة عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هل نعيش في فترة 1200 سنة بدون لطف إلهي؟ أم قائم اللطف الإلهي بالمراجع؟ سؤال جيد جدا. من عارف الحجة في شخصية علي بماذا؟ هل علي بن أبي طالب بلغ ما حفظه من الرسالة للأمة؟ ما أنا بقول لك كيف ينطبق عليه اسم الحجة شيخ حامد؟ لابد أن يكون هناك ما يحتج به من قول أو فعل لكي يكون حجة. حضرتك ما عندكش حديث عن علي في حتى في كتاب الكافي اللي أنت بتقول نقل من الأصول 400 عن كلام الإمام علي. كيف لم يصح عنه حديث سندا؟ كيف لم يصح؟ كيف تقولون بقاعدة عرض الحديث على القرآن إذا كانت هذه الأصول 400 جمع منها الكتب الأربعة الأوائل؟ وأنت تعلم والجميع يعلم أن الشيعة لا تملك حديث صحيح لا عن النبي ولا عن علي بن أبي طالب ولا عن الحسن ولا عن الحسين على شروط حتى الشيعة في علم الحديث. لما تورط في علم الحديث قال لك لا أصل النبي حجة بشخصه، أنا أترك الحكم للمستمع العاقل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ حامد؟ أهلا وسهلا. بما أن الموضوع عن المهدي وأنا فاتح نفس الموضوع برضو عن المهدي، كان عندي استفسار. قرأت في مركز الأبحاث العقائدية التي يشرف عليه السيد السيستاني أن للبيعة ثلاث أركان، البيعة الشرعية في الإسلام لها ثلاث أركان. ركن يتحدث عن المبايع له وما هي الشروط التي يبايع عليها، وركن عدم معصية الله سبحانه وتعالى، وركن يتحدث عن أن لا تكون بيعة إلا لعاقل ولا تجوز لصبي أو مجنون. الآن ما هي الأمور التي يبايع عليها الشيعة اليوم المهدي في غيبته؟ يعني كيف يبايع المهدي على أمور، وما هي الحجة التي يبايع عليها أو الأمر الذي يبايع عليه؟ تفضل شيخ حامد. لأن المركز قرر هذه البيعة للإمام المهدي أم عموم البيعة؟ هو يتحدث عن عموم البيعة الشرعية في الإسلام، يعني ليست عن البيعة للإمام المهدي صحيح؟ وهو المهدي برا الإسلام ولا جوه الإسلام؟ الإمام المهدي من أسس الإسلام. طيب خلاص حضرتك، يبقى إذن حضرتك كلامهم واضح جلي يعني. وحضرتك للمهدي خصوصية، فلماذا؟ طب بعد إذن حضرتك إذا كان له خصوصية في البيعة اديني تلك الخصوصية في أي كتاب أجدها وإقراها لي على العام قدام الناس عشان ننهي الموضوع وكيف أبيعه. تفضل. أما خصوصية الإمام المهدي فالغيبة. الله المستعان. الإمام المهدي واحدة من خصوصياته أنه في زمان الغيبة. جنابك الكريم لا تنتمي لآل البيت، أنت تنتمي إلى مدرسة الصحابة أو أتباع الصحابة. طب يا شيخ حامد أنا كراجل دلوقتي بسألك كراجل من أصحاب المنافقين. أهو شوفوا. شوفوا الشيخ حامد طلع سبابين معاه في البث المباشر مش عارف ليه. يعني سبحان الله انا بتكلم معاك بادب وانت طلع واحد يشتم فيا، ده من الادب يا شيخ حامد؟ رجاء اخواني الاعزاء ارجوكم ان ضيوفي ما اسمح واحد يتجاوز عليه. طيب. حتى لو يسبوني. هل انا اسات لك اصلا؟ انا ما اساتش لك. انا بتحدث الان كيف تقام البيعه. معذره استاذ. شكرا شيخ حامد. طب يا شيخ حامد انت بتقول هذه خصوصيه المهدي وخصوصيه المهدي هي الغيبه. انا بسال السؤال ما هي كيفيه البيعه له في زمن الغيبة؟ أليس الشيعة منوطة ببيعة الإمام المهدي في زمن الغيبة؟ ما هي الكيفية في البيعة؟ مبانينا يعني هو حتى في مركز الأبحاث العقادية على مبانيك بيقول وفي زماننا هذا زمن الغيبة الكبرى للإمام المهدي عليه السلام، فالمبايعة إنما تعني الطاعة والامتثال لأوامره عليه السلام، والتي منها الخبر الوارد في التوقيع الشريف، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم. ده الوارد في أمر الطاعة في التوقيع اللي هو سنده في مجاهيل زي ما أنت تعرف سيد حامد، تمام؟ فأنا بسأل السؤال أنا أبيعه الآن ولا أبيع المراجع وكيف أبيعه؟ يعني التوقيع لم يكن فيه إلي وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها لرواة أحاديث سنة. رواة أحاديث سنة اختلف فيها الشيعة على مر العصور، هل هم رواة الحديث؟ هل هم أهل البيت؟ هل هم الناقلين عن أهل البيت؟ ولكن بعد ولاية الفقيه أصبحت المراجع هي رواة أحاديثنا، ففي اختلاف حتى في رواة أحاديثنا في الفكر الاثنى عشر. أنا سؤالي بسيط، كيف يتم بيعة الإمام اليوم؟ يا أستاذ على مبنى الجواب يكون على مبانينا وهو دعاء العهد نقرأه يوميا. اللي هو إيش يا حامد؟ بيعة الإمام الآن في زمان الغيبة هو القرار بإمامته وأنه حجة الله على الخلق.
هذا عقيدتنا في بيعة الإمام في زمان الغيب، وبإمكانك أن تراجع دعاء العهد. يعني دعاء العهد يعتبر هو البيعة له. لو أي إنسان غير الشيعي إثنى عشر قال إذا كان المهدي هذا هو الحق فله بيعة عندي عندما يظهر، فهل يكون هذا من شيعته أم من أعدائه؟ لا، ليس من شيعتي. التشيع هو اتباع العترة بكامله. معصوم يبدأون من النبي محمد صلى الله عليه وآله وينتهون بالإمام المهدي. المسلم إذا قرأ هذا الدعاء لا يعتبر شيعيا. مسلم لو قرأ هذا الدعاء لا يعتبر شيعيا. طيب لما تيجي تقول لي الآن في هذا الدعاء هو سبيل البيعة للإمام عندك، هل قبل الإمام البيعة أم لم يقبلها؟ تكليفنا أن نقر بولايته، يقبلنا يمن، يطردنا كيف؟ تكليف. يعني الشيعي لا يعلم هل تم قبول البيعة أم لا؟ حبيبي ما أنا بسأل حضرتك. في عقيدتنا وظيفتنا أن نقر بإمامته ونقر بغيبته، وبيعتنا له معقودة وهو الإقرار له والطاعة لما ورد عنهم عليهم السلام. طب ممتاز، يبقى إذن هو غائب طب كيف ينطبق عليه اسم الحجة إذا كان غائب؟ لا تخلو الأرض من الحجة. ما أنا بقولك كيف ينطبق عليه اسم الحجة شيخ حامد؟ لابد أن يكون هناك ما يحتج به من قول أو فعل لكي يكون حجة، فهل ينطبق عليه لقب الحجة في زمن الغيبة وليس له قول أو فعل نستطيع أن نعتمد عليه في بيان معرفة حقائق الدين؟ يا أستاذ، حجة الإمام المهدي ثبتت من قبل آبائه الذين سبقوه، ونحن على بينة من أمره والعلوم عنده، لكن في زمان غيبته نحن نمتثل أمر الذين سبقوه. بمعنى الأئمة الذين سبقوه، اسمعني، قد قرروا لنا وأمرونا بأن ننتظر غيبته والإقرار بإمامته، وقسموا الناس إلى ثلاثة أقسام في حال غيبته. واضح؟ فوظيفتنا اليوم وحجية الإمام المهدي مأخوذة من آبائه لا منه. إذا عندك إلزام يعني أنا أفهم من كلامك أن الحجية للسابقين وليس للمهدي، فحجية المهدي مأخوذة عن السابقين وليست حجيته نابعة من شخصه كحجة. هو لم يقيم الحجة بنفسه على الناس. أحسنت. وإنما أقام حجيته أي إمامته والإقرار به الإمام الذي سبقه. يعني الإمام الحسن العسكري أقام الحجة على الناس بإمامته كما أنت تقول مثلا. ليس فقط العسكري، بل منذ بداية الأئمة عليهم السلام وهم يبشرون بغيبته ويبشرون بإمامته وأنه يظهر في آخر الزمان إلى آخر الأحاديث الكثيرة في شأنه أجل الله تعالى فرجه. طيب شيخ حامد، أليس الإمامة اللي أنت بتقول عليها لطف إلهي؟ نعم. ما معنى لطف إلهي شيخ حامد؟ أن الله عز وجل لا يترك عباده حملا. بمعنى؟ بمعنى لابد أن ينصب لهم إماما. بمعنى؟ مرجعية النبي صلى الله عليه وآله. هل وعد الله حق باللطف الإلهي؟ لا شك ولا ريب. هل توقف اللطف الإلهي من 1200 سنة؟ طالما حضرتك أقرت وقلت اللطف الإلهي ألا يترك الله عباده هملا بدون حجة عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هل نعيش في فترة 1200 سنة بدون لطف إلهي أم قائم اللطف الإلهي بالمراجع؟ سؤال جيد جدا. من عارف هل أنتم، طبعا الأخ أشرف يقول هل نحن، طبعا هو لا ينتمي إلى هذه المسألة، أنتم تائهون يا أستاذ أشرف واعذرني عن هذه الكلمة. لا إشكال، بس فهمنا النقطة دي، أنا بتكلم معك لا. وأنت بتوضع عقيدتك، لا إشكال لدي. أنتم بالنسبة لكم تائهون، ليس لكم مرجعية بعد النبي وليس لكم إمام بعده صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نقول أن اللطف الإلهي مستمر إلى قيام القيامة. وإمامكم الغائب، أقول لجنابك الكريم، الغيبة لا تعني العدم، الغيبة لا تعني أن الحجة معدومة، الإمام موجود، له وظيفة، له عمل لا نعلمه. إذا قال الشيعة أن الإمام المهدي عدم، يعني لا وجود له، لا غائب ولا ظاهر، معدوم، عند ذلك تبطل أو تبطل عقيدة الشيعة
في كون اللطف الإلهي مستمر. حضرتك شيخ حامد، حضرتك شيخ حامد قلت كلمتين ثم يعني مش عارف افهمها ازاي والجمهور يفهمها ازاي. قلت حضرتك ما معنى اللطف الالهي؟ قلت الا الله يترك الله سبحانه وتعالى الناس بدون حجه عليهم بعد النبي تعلمهم وترشدهم. ده كان كلام حضرتك، ان هناك مرشد للناس بعد النبي حجه قائمه عليه. قلت لك هل اللطف الالهي مستمر؟ قلت لي نعم مستمر. في نفس الوقت اللي قلت المهدي ليس له حجيه قائمه الا بما سبقه من الأئمة الأحد عشر السابقين بحجج الدين وتعليم الدين للناس. فحضرتك سألتك سؤال، هل توقف اللطف الإلهي من 1200 سنة؟ قلت لي لا، وإن كان الإمام غائب فله حجية لا نعلمها، مع أنك قلت من شوية ليس له حجية، ودلوقتي قلت حجية لا نعلمها. طب ما هو اللطف الإلهي الذي نعيشه اليوم؟ هل اللطف الإلهي بالمراجع أم اللطف الإلهي قائم بالأحاديث عن الأئمة؟ يا أستاذ أشرف، أنت يعني تخلط بين المفهومين. هناك فرق بين أن يقيم الإمام المهدي حجيته على نفسه، يعني الأدلة والبراهين والعلوم التي تثبت إمامته، هذا في حال ظهوره. وأكو فرق بين الحجة الموجود من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة، فأكو فرق بين الأمرين. فرق ازاي يا شيخ؟ وضح لي اكثر النقطه دي. انه الامام لم يظهر ويبين حجته، هذا بالنسبه الى نفسه لاثبات ظهوره. اما حجه الله فهي مستمره الى يوم القيامه. اما الذين صاروا بعد النبي محمد صلى الله عليه واله هم من بين هذه الحقيقه، وان حجيه الله وحجه الله مستمره الى يوم القيامه بوجود الامام المهدي، الا ان وجوده غائب. فأكو فرق بين أن يقيم الإمام الحجة نفسه أنه إمام، وبين أن الله ينصب للناس حجة. أنا قلت أنه يجب أن يكون بعد النبي مرشدا وهاديا للناس. ممتاز. واستمر هذا الوجود إلى زمان الإمام المهدي. هل غيبته عن إبهام أم عن وضوح؟ الجواب عن وضوح. فإن الغيب قد بشر بها الذين سبقوه، وهذا هو غاية اللطف، أن نكون الناس على بينة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فأنا الآن كثيري عندي بينة من الخليفة ومن الإمام الذي نصبه الله ولطف بعباده أن جعلهم على شريعة وعلى منهاج واضح، وهو أنه إحنا في زمان غيب الآن. إمامنا الحج غائب. هل أن الحجة ارتفعت من الأرض؟ الجواب كلا. يمارس وظيفة ظاهرية؟ الجواب كلا. هل هو موجود؟ نعم. وبذلك تمت الحجية علينا والحمد لله. أن تفرق يا صديقنا الغالي، أن يقيم الإمام نفسه الحجة على إمامته، هذا في زمن ظهوره، هذا مو شغلنا. وبين أن يكون هناك حجة من الله على الخالق. ده سؤالي اللي حضرتك ما رضيتش عليه. هل اللطف الإلهي قائم اليوم بأحاديث الأئمة السابقين أم بنقلة الأحاديث أم بالمراجع؟ لا، اللطف الإلهي قائم بوجود الإمام المهدي عليه السلام. كيف قائم بوجود الإمام وانت قلت اللطف الإلهي لا يقوم إلا بحجة مرشد للناس يعلمهم أمور الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني حضرتك تناقضت الآن. نعم. ثم تقول لي هو المهدي إقامة الحجة في غيبته، الحجة في غيبته أي حجة قائمة على من؟ ما احنا لو بصينا لحال الشيعة اليوم شيخ حامد هنلاقي حضرتك بتتكلم، يطلع معمم آخر ممكن من نفس الاثنى عشرية كفرك، يطلع واحد ثالث يقول لك أنا ما بين الاثنين، لا ليا دعوة بده ولا ليا دعوة بده. وإذا حتى رواة الأحاديث والفقهاء مختلفين فيما بينهم لدرجة وصل التكفير فيما بينهم، فأين اللطف في ذلك؟ كذلك لما تيجي تقول لي أصل هو حجيته على نفسه، يعني ما فهمتش العبارة دي بصراحة. يعني يقوم الحجة على نفسه؟ هو موجود ليس له دور ولكن موجود وليس له دور، موجود وليس له حجية، موجود وليس له إرشاد، موجود وليس له أي أمر يفعله لتقديم هذا اللطف. فهل اللطف الآن قائم بمن؟ بمن قائم اللطف؟ قلت لي بالمهدي. طب كيف بالمهدي وانت في نفس الوقت قلت ليس له أي دور إرشادي والدور الإرشادي للسابقين؟ طب الدور الإرشادي للسابقين عرفناه عن طريق الأحاديث. فحضرتك نفهم من هنا هل قائمة الحجة بأحاديث الأئمة السابقين، اللطف الإلهي قائم بأحاديث الأئمة السابقين أم بمن نقل الحديث أم بالمراجع؟ يا أيها المحترم، يا صديقنا الغالي، اللطف قائم بالإمام المهدي نفسه، لا بالمراجع ولا بالروايات.
الحجة هو الإمام المهدي. الإمام الذي سبق المهدي أقام الحجة على الناس بأن الإمام الثاني عشر سيغيب عنكم، تقبلون؟ قلنا سمعا وطاعة. الحجة قائمة يا حبيبي. شوف حامد، ما هو نفس الإمام الذي قال، بحسبك خلصت، بحسبك خلصت. جنابك الكريم يقول هل اللطف الآن مستمر؟ نعم مستمر. بكيف مستمر وتقول أنه يجب أن يكون هناك خليفة وآمر وناهي؟ النبي يمارس هذا الرشد. لك نعم، أن الأئمة الذين كانوا حاضرين وظاهرين أقاموا الحجة في زمان الغيبة وبلغونا بوظيفتنا. فنحن الآن نسير على هدى أم على ضلال؟ نسير على هدى. لماذا؟ لأن الحجة الظاهر أقام الحجة علينا بغيابه. فاللطف مستمر، نحن على بينة من هذا الأمر. إذا إحنا لسنا على بينة، نعم لك الحق أن تلزمنا وتقول أنتم ترككم أئمتكم هملا لا تعرفون مصيركم، وبالتالي أقول لك نعم أحسن، لكن أئمتنا ما تركونا هملا، بينوا لنا قال إمامكم الثاني عشر سوف يغيب وانتهت، أقام الحج. طيب طيب، هل هناك لطف كان بوجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ شك ولا ريب أن هو بعد الرسول والإمام لطف. ممكن. الرسالة يجب يعني حتى إثبات النبي. طيب ممكن. هل اللطف النبوي من الممكن أن نعتمد عليه كحج قائمة، بما أن تعليم النبي للأئمة لم تختلف عن تعليم النبي للمسلمين، وهل يستحق النبي أن يكون لطفه قائما إلى يوم القيامة؟ الله أعلم يجعل رسالته، فتحمل الرسالة ليس لكل المسلمين. مش ده سؤالي شيخ حامد، بقول لك هل نعم هل نعم هل يستحق اللطف النبوي ان يستمر الى يوم القيامه؟ من الممكن ان يستحق اللطف النبوي عندك ان يكون قائما بذاته الى يوم القيامه؟ نعم. الله اكبر ولله الحمد. اذا لا حاجه لي في امام طالما اللطف النبوي قائم في زمن الغيبه، واللطف النبوي قائم باقوال السابقين، والسابقين ناقلين عن سيد السابقين وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاذا بذلك يكون اللطف النبوي هو الاولى بالاتباع عن غيره، لأنه اللطف الذي قام عليه لطف علي، والذي قام عليه لطف الحسن، والذي قام عليه لطف الحسين، والذي قام عليه لطف علي بن الحسين إلى زمن الغيبة. فبالتالي اللطف القائم النبوي أنا لو اتبعته كإنسان إذا ليس علي وزر، لأنه أراه هو الحق في الاتباع والحق في المقام. هل تخالفني في ذلك شيخ حامد؟ لا أقول لك نعم أحسنت، ولكنك أنت ولن تجد دليلا قطعيا أنك تتبع اللطف النبوي. عندي دليل قطعي. تفضل. أنا عندي أحاديث صحيحة السند متصلة بالنبي، أنت ما عندكش. وهل أن النبي أحالك على السند؟ والله قال النبي صلى الله عليه وسلم كثر علي الكذابة فانظروا عمن تأخذون دينكم، وحتى هذه الرواية وردت عندك في الكتب عن أقوال الإمام. بل لابد أن ننظر في حال الناقل للأقوال عن النبي صلى الله عليه وسلم والناقل لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا مأمور في القرآن باتباع القرآن والنبي لقوله لتبين للناس ما نزل إليهم. فحضرتك اليوم عندك حديث صحيح عن النبي كما أنا أملك حديث صحيح عن النبي؟ يا أستاذ أشرف، هذا دور احتجاجك بهذا الحديث دور. أنا أقول لجنابك الكريم ما هو اليقين أنك على لطف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو حضرتك الآن، حضرتك الآن هو نفس اليقين الذي أعتمد عليه في قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك تعتمد أيضا أنت اليوم على ناقلين للحديث، وأنت تعلم والجميع يعلم أن الشيعة لا تملك حديث صحيح لا عن النبي ولا عن علي بن أبي طالب ولا عن الحسن ولا عن الحسين على شروط حتى الشيعة في علم الحديث. ولكن أهل السنة والجماعة الذين عرفوا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم باعتراف علماء الشيعة أنهم حتى نقلوا السنة عن النبي قبل الشيعة الاثنى عشرية، وأنهم كان لديهم علم بالدراية وعلم بالحديث قبل أهل السنة باعترافات علماء الشيعة أيضا، يثبت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة أننا نعرف منهج النبي صلى الله عليه وسلم والطريق الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح من يومنا هذا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله وبالله إذا أتيتني بدليل قطعي أن سنة النبي قد جمعتموها وكتبتموها بعد وفاته، الآن أترك التشيع. تترك التشيع الآن؟ و...
والله الآن أترك التشيع. طب هقول لحضرتك على إذا حاجة. أتيت بدليل قطعي ما هو الدليل القطعي الذي تريده عشان لما اجيبه تترك التشيع؟ قول لي اسمح ايه هو الدليل انت عايزه؟ انا جبت لك حديث يقول انه تم جمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وكتب الصحابه احاديث، يكون قطعي بالنسبه لك ولا يكون ظني بالنسبه لك؟ قول لي، هات لي دليل عن يعني بقول كذا او من كتاب عن كذا او من قول عن كذا، عشان لما اجي الزمك بيه ما تقوليش لا مش ده الدليل اللي انا عايزه. أنا أقبل أي برهان، أي برهان؟ سواء كان إنيا أو لميا أي أو إيه؟ بالأشكال الأربعة أو بالاستدلال المباشر على القضية أو بالاستدلال غير المباشر. لا، أنا أقبل إدي كده بصورة أي واضحة، سيبني من دليل، لعبة المنطق دي. سواء حامد، شيخ اسمح حامد، لي بعد إذن حضرتك، اسمح لي اسمح لي بعد إذن حضرتك. اسمح لي اسمح لي اسمح لي أي دليل يثبت اليقين عندي أن أهل السنة قد جمعوا سنة النبي لما مات صلى الله عليه وآله، وفي جمعوها عهد أولا. النبي. طب ما فيها هناك احاديث تتحدث عن هذا. أقبل حديث من البخاري أو مسلم يثبت أن الخليفة أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو يزيد قد جمعوا سنة النبي ودونوها. والله إذا أتيت بحديث صحيح الآن أترك التشيع. ازاي مش فاهم يعني ايه جمعوا سنة النبي ودونوها؟ النبي عنده ايه سنة سنة النبي؟ 23 سنة يفصل ويبين لما مات، هل قام أبو بكر وجمع هذا الكتاب، عمر، عثمان، أنت معاوية، تتحدث عن يزيد، أي مراحل كتاب تدوين الحديث يا مدفوع، هل أستاذ جمعت الفاضل؟ سنة النبي لا 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 لا، وحفظت لما أنت كده مات؟ تتحدث عن مراحل والله إذا التدوين قلت لي أن سنة النبي جمعها أبا بكر يا شيخ، بكتاب، يا شيخ يا والله شيخ، الآن لا لا أترك لا لا لا، التشيع. بعد سيبك من فكرة الكلام، وانت اصلا ما عندكش هذا الكلام فلا تطلب ما لا تملك، ده اولا. ثانيا، انت قلت انا عايز دليل ان السنه كانت تكتب في عهد النبي وانها جمعت في عهد النبي، ده كان كلامك الاولاني. تيجي تقول لي يعني دلوقتي لما عندي حديث، اسمع الحديث، ابو داود واخرجه ابو داود واحمد والترمذي بسند صحيح يقول كنت اكتب كل شيء يعني اسمعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام، نهتني قريش عن ذلك وقالوا تكتب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث في الغضب والرضا، فأمسكت حتى ذكرت ذلك لرسول الله فقال فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، اكتب ما خرج منه إلا حق. يبقى هنا أيضا في كذلك صحيح أبو داود نفس الحديث، قال الألباني الحديث صحيح، فأن عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كنت اكتب كل شيء اسمعه، ده دليل التدوين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اريد احفظه فنهتني قريش وقال اتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله فآوم باصبعه الى فيه فقال اكتب فوالذي نفسه بيده ما يخرج منه الا حق. دي كده دليل قطع الثبوت، قطع الدلالة أن الصحابة كانت تدون الأحاديث في زمن النبي. أما حضرتك تتحدث عن جمع الأحاديث وأن أبو بكر جمع الأحاديث كما جمع القرآن وجمعت السنة كما جمع القرآن، هذا كان في عصر التدوين وليس في عهد الصحابة، فالصحابة اهتموا بشأن القرآن وكانوا يحفظون الأحاديث عن النبي، ومنهم من كان يكتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيتك حديث قطعي أن الأحاديث كانت تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث إيه؟ بحديث صحيح عن علماء أهل السنة. أنا هسألك سؤال واحد ومش عايزك تتشيع، ممكن تجيب لي حديث واحد صحيح عن النبي على شروط الشيع في علم الحديث أمر بكتابة السنة عنه كما هذا الحديث عندنا؟ كما سمعتم إخواني الأعزاء أن الأستاذ أشرف يقول نحن على لطف النبي. ما هو لطف النبي؟ سنته. جمع، هل وجد، هل دل دليل أن أحد من الصحابة جمع سنة النبي؟ هذه صحيفة عبد الله ابن عمرو، هذه لم تثبت أصلا يا راجل، اختلف فيها وقيل أن فيها 100 حديث. هذا قبل سنين، قبل أن يأتي الأستاذ. يا حبيبنا الغالي، أما على مبانينا وعلى أحاديثنا فإن الإمام أمير المؤمنين كتب 4 كتب، قرآنه مع تفسيره وتأويله، ومصحف فاطمة الذي هو كتبه، والجفر والصحيفة. أين هؤلاء يا شيخ حامد؟ أين هؤلاء؟ أين هؤلاء الكتب؟ بس اسمح لي. حاضر. بالمقارنة
مع إخوان من أهل السنة أن عندهم الصحيحة صحيحة عبد الله بها 100 حديث، وافق ما في مشكلة. سنة النبي 23 سنة يتكلم ويبين وين راح. الذي ذكر هذه الكتب هو الكليني، وأنه كان عند أمير المؤمنين 4 كتب، واستفاد منها الشيعة وكتبوا منها الأصول 400 لإملاء الأئمة أنفسهم الذين عاشوا، وإظهار حجة الله ولطفه مع الشيعة حوالي 300 عام. لاعتبار الغيبة الصغرى أيضا الإمام يمارس دورا لكن أقل من الظهور. فكتب الشيعة في زمان حضور الحجة عليهم 400 كتاب سميت بالأصول 400، بينما إخواننا أهل السنة ولا كتبة ولا كتاب، إلى أن أتى البخاري قرابة القرن الثالث، بداية القرن الثالث، كتب الصحيح، الصحيح الجامع، 4000 رواية. هذا دليلنا تقول أنه هل كتب الشيعة؟ نعم، أمير المؤمنين كتب 4 كتب. إذا قلت لي أين هي، أقول لك هي من تراث الأئمة، وقد بلغوا الشيعة من علومها الكثير. حضرتك هل تعلم أن علماءك أقروا أنه لا وجود لتلك الأصول أصلا، وأن من اعتمد على فيها، مش كلامي أنا ده كلام علمائك، قول لي الدليل يا أشرف والمصدر أديك الدليل والمصدر، تمام؟ بس حضرتك لما تيجي تقرأ الدليل والمصدر وتيجي تشوف كده الكلام ده، هتلاقي إشكالية كبرى، إن الأصول 400 أصلا مش موجودة، حتى اعترفوا أن كتب الرجال عندكم ليست هي الكتب الحقيقية التي ألفت، بل كلها لم يصل ربعها عندكم بالتمام والكمال. فحضرتك أنا خليني بس في السؤال الأول، الكتب الأربعة اللي حضرتك ذكرتها، القرآن ومصحف فاطمة والجفر والعبيطة، بتهيألي من ضمن الصحف يعني، صح كده ولا أنا أخطأت في أمر؟ الكتب الأربعة، الجفر والصحيفة ومصحف فاطمة، أيوة، وقرآن علي عليه السلام. الكتب دي إيه الموجود منها أصلا ما بين الشيعة، حتى نقول إن للشيعة لديهم 4 كتب عن الإمام علي صحيحة، فيها كل حلال وحرام، فيها حتى قرش الخدش، يعني مكتوب كده من ضمن الحاجات اللي موجودة، صح ولا أنا غلطان كده شيخ؟ نعم صحيح. طب أين أجد هذه الكتب؟ وماذا أستفيد من كتب لم تكن موجودة؟ يعني كتبها الإمام واحتفظ بها لذاته، كمن كتب عهدا وقال لابنه إذا أنا مت فلا تفتح هذه الورقة حتى تعطيها لابنك، فإذا أنت تموت فلا تفتح هذه الورقة حتى تعطيها لابنك، فاستمر الحال ابن يعطيها لابن يعطيها لابن ولا يعلمون، وقال له ان في الورقه هذه الحق كله، وابنه وابوه واخوه عايشين في ضلال ومش عارفين يوصلوا الحق لانهم مامورين بعدم فتح الورقه. اين هذه المؤلفات؟ مع احترام الجناب الكريم، استدلالك باطل وبنيته على خيال لا اساس له، وسؤالك اين اجد هذه الكتب؟ انت بالنسبه لك كرجل سني لن تجد هذه الكتب، ولن تجدها ولن تستفيد منها. طب وحضرتك كشيعي، حضرتك كشيعي، طيب بين سؤالك فيه مغالطة، أين هذه الكتب أيها الشيعة؟ أنا سألت الأخ العزيز أنه أنتم خليفتكم هل كتب جمع سنة النبي؟ الجواب كلا. خليفتنا ماذا صنع؟ إمامنا جمع 4 كتب. هذه الكتب أنا قلت للشيخ أشرف، قلت له اذكر لي البخاري يقول أن الخليفة أبي بكر كتب، ما طلبت قلت لك اعطيني كتاب، لا قلت لك هل أن البخاري ومسلم ذكر أن أبا بكر أو عمر أو فلان جمعوا سنة النبي وكتبوها؟ الجواب كلا. أنا بالمقابل أقول لك هذا كتابي الكافي الشريف يقول أن أمير المؤمنين كان عنده 4 كتب، أين تجدها أيها الشيعي؟ أجدها في رواياتهم التي وصلتني، لأن هذه الكتب ورثها 12 إمام عاشوا مع شيعتهم وكتبوهم حتى وصلت الكتب إلى 400 أصل. نعم هذه الأصول الآن ما موجودة، صحيح أنا أقول لك ذلك. طيب حضرتك الحمد لله أنك أكدت على كلامي. حقيقة أنا ما أقول لك هذه الأصول موجودة الآن، قلت في زمن النبي أنتم ما كتبتوا ولا كتاب. لو أخذنا فترة زمنية 10 الأولى اللي بعد النبي، خلينا نقول حياة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أمير المؤمنين السلام، إمامكم أبو بكر وعمر وعثمان ما كتبوا لكم ولا كتاب، إمامنا شنو سوى؟ كتب 4 كتب. طب هي فين؟ طيب أنا جاي كتبها لشيعته وللأئمة الذين من بعده، هذه الكتب من مختصات الإمامة، الشيعة شنو استفادوا؟
استفادوا من املاء الائمه عليهم وكتبوهم. اديني حديث منهم كده. وصلت الكتب 400، وهذه الكتب جمعها الشيخ الكليني والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق في الكتب الاربعه الموجوده عندنا، التهذيب والاستبصار والفقيه والكافي. فما موجود في هذه الروايات التي في كتبنا هي نتيجه تلك الاصول الـ400. يعني انت عايز تقول ان الاصول 400 منها مصحف فاطمه ومنها الجفر ومنها العبيطه ومنها المصحف القران. انا عايز اسالك سؤال، يعني مصحف فاطمه هو الموجود في اصول الحديث اللي هي موجوده؟ طب اسمع ماذا يقول عالم الشيعة الاثنى عشريه الشيخ محمد تقي المجلسي المولى قدس سره، كما تقول الشيعة في كتاب روضه المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، عدد الاجزاء الجزء الاول النسخه 3000، الطبعه الثانيه. من اشرف على هذه الطبعه بعد طلبه العلم السيد فضل الله الطبطبائي، يعني بديك كل حاجه بالمصدر اهو، ماشي. في كتاب الطهاره يقول: كتب الرجال وجدت اكثر اصحاب الاصول الـ400 يتحدث عن الاصول الـ400 غير مذكور في شانهم لا جرح ولا تعديل، تمام، ولكن اكتفي فقط في مدح وتوثيقهم انهم اصحاب الاصول. يعني ما حدش عارف حالهم الا لما قالوا دول اصحاب الاصول فقط، لكن هل قال في شانهم جرح او تعديل؟ فانت حضرتك لم تنقل عن الامام هكذا، بل نقلت عن مصنفين ذكروا هذا الكلام. يجي في كتاب الفهرس شيخنا عن محمد بن الحسن الطوسي يقول شيخ الطائفه بجعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتابه الفهرس يقول ماذا؟ عباره خطيره قوي في صفحه 2، اسمع وابين. يقول: لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة. إزاي حضرتك بتقول لي ده كلام الإمام علي الذي بلغه إلى الأئمة ونقله لنا الكليني ونقله لنا الطوسي ونقله لنا المفيد، وكلهم إما ينتحلون مذاهب فاسدة أو مجاهيل نقلوا هذه الأمور، تمام؟ يأتي في إحياء معالم الشيعة بأخبار الشريعة لأحمد العصفور، الشيخ أحمد العصفور يقول لك إيه في صفحة 75، تمام، يقول: قد نبهناك في البحث الأول إنه لم تبق لنا بأعيننا بل تلف كثير منها وما بقى على قلته لم يصل إلينا، ده بيتكلم على كتب الأربعة اللي ألفت، إلا بنقل فطحي أو واقفي أو كذاب أو وضعه للحديث. يبقى حضرتك لما يجي نفتح كتاب الكافي كده يقول لك في صفحة 77: وبالجملة تلك الـ400 أخذت من كلام واحد منهم. ثم أقول: بعد أن علمنا وفور أحاديث قدماءنا الصحيحة وقصرة الوصول المجمع على صحتها، وعلمنا تمكن قدماءنا الأفاضل الأعلام المصنفين من أخذ الأحكام بطريق القطع منهم عليهم السلام بمشافهة أو غيرها في مدة لا تزيد عن 300 سنة، وتمكنهم من استعلام حل أحاديث تلك الوصول علمهم بها في أزمنتهم، وعلمنا أن الأئمة الثلاثة أخذوا كتبهم من تلك الأصول، وجوابه يظهر مما سلف وتوجيه مما يقال بأن كتابة 400 مصنف من كلام إمام واحد لا ريب فيه ولا مرية تعتري، وبعض نقلتها مشكوك بصدقه بل مقطوع بكذبه وفسقه، وبعضهم معروف بسوء حفظه وفهمه ومعلوم بفساد مذهبه وسقمه كما اوضحنا سابقا. الراجل بيقول لك الاصول دي اعتمد عليها علماءنا القدامى وقالوا بصحتها، واحنا كذلك قلنا بصحتها نقلا عنه، ولكن ازاي بنقول بصحتها والذي بيقولوا نقلت عن امام واحد، والامام هذا اما نقلت عنه اما بنقل فاسد للعقيده او مقطوع بكذبه او معروف بسوء حفظه ومعلوم بفساد مذهبه، ولكن اخذنا بها واخذنا بصحتها واعتبرناها من الكتب المعتبرة لدينا. ده كلام علماء الشيعة مش كلام أشرف غريب. فلما حضرتك تقول لي احنا عندنا إمام نقل الأحاديث ونقل لنا السنة التي تثبت لنا اللطف الإلهي، حضرتك ما عندكش حديث عن علي في حتى في كتاب الكافي اللي انت بتقول نقل من الأصول الـ400 عن كلام الإمام علي، كيف لم يصح عنه حديث سندا؟ كيف لم يصح؟ كيف تقولون بقاعدة عرض الحديث على القرآن إذا كانت هذه الأصول الـ400 جمع منها الكتب الأربعة الأوائل؟ تفضل شيخ حامد. يا حبيبي، أنت أجبت على نفسك لما قرأت الكلام الأخير
لم تلتفت إلى ما أقره وما أثبته بأن هذه الكتب مقطوع بصحة. يقول عند الأوائل. هم الأوائل من هم؟ الكليني والمفيد والطوسي وهؤلاء. إيه والتوثيق كيف يؤخذ؟ كانوا دول إخبارية يا شيخ، هم دول بيبصوا إيه أصلا للسند. ماكو إخبار، الإخبارية وجدوا في 1100 هجرة. أما استنى 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 استنى، الكليني ليس من علماء الأخبار؟ لا يا حبيبي. اللي لا؟ واستمر تقريبا 100 عام أو أقل وانتهت عن السرد الطويل طبعا وكلامك، فأنت نقضت نفسك بنفسك، فإن الأوائل هم الذين وثقوا وصححوا، وهذا هو التوثيق العملي الذي يعمل به. ولكن هذا مو سؤالنا ولا مطلبنا ولا بحثنا ولا سؤالك أصلا. سؤالك أنك قلت بأنك أنت أيضا تتبع اللطف النبوي، ولكن تبين لا يوجد عندك دليل، لأن النبي أولا لم يأمركم بالسند، ولم تجمعوا سنة النبي. وسنة النبي ليست هي اللطف يا حبيبي، اللطف هو الحجة من بعد النبي. فهل أن الناس بعد النبي عادوا إلى ما قبل النبي لم يقم عليهم الله حجة؟ إذا قلت عادوا خلاص كذبت الله ورسوله رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل. بعد الرسل، الله أكبر. رسول محمد صلى الله عليه وآله، هل عاد الناس إلى ما قبل الرسول؟ إذا قلت عادوا فعلى الإسلام السلام، وإذا قلت لا بقيوا وأقيمت، فمن هو الحج عليهم بعد النبي؟ طيب حضرتك، حضرتك شيخ حامد ربطت كلامي، قلت لك أنا بجاوب. حاضر بجاوب والله، بجاوب والله. أنا أولا سألتك سؤال في موضوع اللطف الإلهي أولا، قلت لك هل النبي صلى الله عليه وسلم بعدتنا حضرتك، بجاوبك والله. أنت والله ما جاوبت على ولا سؤال، بس أنا هجاوبك. حضرتك بتقول لي هل اللطف الإلهي قائم عندك بعد النبي أم قبل النبي؟ استشهدت طبعا، برد عليك. أنت على اللطف النبوي، اللطف النبوي اعتبرته السنة، سنة النبي لم نجد لا لها. أنا ألزمتك بهذا، ضاعت سنة النبي. واللطف ليس السنة، اللطف هو نفس الحجة سواء كان إماما أو نبي. إذا ليس عندك لطف الآن لأنه ليس حجة، لا يوجد حجة. أستاذ أشرف حتى يكون جوابك نافع للأخوة المتابعين، لما الله عز وجل قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهل بعد موت النبي انقلبت الحجة الله وصارت للناس لأنه لم يقم عليهم حجة بعد النبي؟ إذا قلت نعم كذبت الآية، وإذا قلت لا فمن هو الحجة بعد النبي؟ أولاً يا شيخ حامد، الآية القرآنية تقول رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني الله سبحانه وتعالى أرسل رسل مبشرين ومنذرين بما أمر الله، وهم بلغوا ما أمر الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خاتم النبيين والرسل، بلغ بما أمر الله وبين ما أراد الله وأنزل عليه القرآن كتاب الله، فهو الحج علينا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته عن الله سبحانه وتعالى. فحضرتك لما تيجي تقول لي إذا قلت هناك حج بعد النبي كذبت الله، فحضرتك اللي كذبت دينك كله الآن، لأنك تقول بالحج بعد النبي للإمام، وأنا لا أقول بالحج بعد الرسل لأي بشر، بل الحج لما قال الله قال رسول الله، فحجتي بما قال الله قال رسول الله. فحضرتك الآن اللي بتكذب الآية وليس أشرف غريب. أشرف غريب ما عندوش قاعدة اللطف الإلهي قائمة بحجة، أشرف غريب عنده رحمة الله قائمة على العباد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلما ألزمتك بعد إذن حضرتك، لما ألزمتك شيخ حامد بقول كيف، أنا عايز أكمل سؤال سؤالي جدا واضح. والله أجبتك عن السؤال ما دقيق، جوابك غير تام أصلا، لا حجية فيه. الحجة التي أقامها الله على الناس هو شخص النبي. لما شخص النبي؟ اسمح لي. ازاي شخص النبي يعني؟ معلش يعني، يعني ايه شخص النبي؟ يعني ما معنى شخص النبي؟ انا هادي والله. لما مات النبي الذي هو حجة على الناس، هل عاد الناس الى ما قبل النبي؟ الحجة ليست شخص النبي، الحجة رسالة النبي. الله يقول رسلا، شلون مو شخص النبي؟ ما معنى رسول يا شيخ؟ ما معنى رسول؟ بعد اذن حضرتك، ما معنى رسول؟ يا حبيبي رسول يعني شخص يؤدي رسالة الله، رسالة الله، أحسنت.
يبقى إذن الحجية في رسالة الله موكل بها هذا الشخص، وليست الحجية في شخص دون رسالة من الله. تمام؟ وإلا لأصبح بعد إذنك يا حامد، هذا ظاهر الآية يا شيخ حامد، لا ظاهر الباطن ده عندك أنت، مش أنا الباطن. والباطن عندك وماذا يقول الباطن؟ وماذا يقول الباطن يا شيخ حامد؟ ماذا يقول الباطن عندك للآية؟ أبينا الغالي، هذا الظاهر واضح، الحجة على الله الرسول، الرسول بما أرسل الله. لما مات النبي هل عادت الناس إلى ما قبل النبي؟ كيف تعود إلى ما قبل النبي وهو حجتهم؟ والرسالة لم تموت، القرآن موجود شيخ حامد، كتاب الله موجود شيخ حامد، أحكام الله موجودة في القرآن التي بلغها الرسول. خلنا نفتي الحج على الناس هو النبي. لا، رسالة النبي. لما مات النبي. رسالة النبي. طيب دليل على أن الحج على الناس هو الرسالة. رسلا مبشرين ومنذرين. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ممتاز. يبقى إذن هنا هو الحجة. هنا لما جاء الحجة رسالة النبي أم شخص النبي شيخ حامد؟ يا حبيبي شخص النبي. طب ممتاز. بعد إذن حضرتك سؤال بسيط. أفعال يا شيخ حامد، أفعال شخص النبي حجة عليك؟ الآن أقوال عيسى وموسى حجة عليك؟ لا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت بتقول شخص النبي هو الحجة. النبي وأفعاله هذا شريعة أقامها الحج على الناس الذي يبين. لو فرضنا على فريضتك أن أقوال النبي وسنته هو الحجة لما احتاج الله أن يبعث رسلا. ليش؟ لأن شريعة آدم هي الحجة، ونوح وموسى وعيسى. حجتك باطلة بالتمام. طب بعد إذن حضرتك، بعد إذن حضرتك شيخ حامد، استاذ اشرف حامد حلال بسرعه بسيطه، اديني دقيقه بس، اسمح لي واتكلم فضلا. حضرتك بتقول الحجه شخص النبي، هل عندما مات شخص النبي من كان حجه علي بن ابي طالب؟ هو الامام علي حجه، هو الحجه استمرت بعلي وبالحسن وبالحسين ثم الى الامام المهدي، وهذا كلامنا من البدايه. هو يعني معلش، الحجة في الشخص أم فيما يقر حضرتك تراجعت؟ الحجة لا يكون حجة إلا بما يرشد يتمرد. ينقله الشخص يضيع وينسى ويتغير. كلامك الأولاني خالفته في كلامك الأخير لما تقول حجة هو الشخص. لا، كلامك الأولاني قلت أن اللطف الإلهي قائم بشخص الحجة، إما ظاهرا مشهورا أو غائبا مغمورا. كيف وحضرتك قلت بما يرشد به الحجة الناس وليس بشخص الحجة؟ تمام. الذي يصدر من الإمام هذا دليل على قدرته وعلى يعني هذا كلام معجزات علم إثبات لحجيته، يريد أن يثبت إمامته، يريد أن يثبت خلافته، يريد أن يثبت حجيته. ولذلك رسول الله قال وإن منكم ليقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله. فهذا الذي يقاتل على التأويل عند العلم، نعم عند العلم، ووظيفته أشد وأعظم لأنه يقاتل أهل التنزيل. ممتاز. حضرتك لما قلت دلوقتي حامد، لحظة واحدة اسمعني. الذي يقاتل التأويل يقاتل من؟ يقاتل الذين صدقوا بالتنزيل. لاحظوا المحنة شلون؟ طب عايز أسأل بس سؤال مهم. حضرتك قلت لي الحجة هي شخص علي وهو أصبح الحجة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ نعم. الحجة في شخصية علي بماذا؟ هل علي بن أبي طالب بلغ ما حفظه من الرسالة للأمة؟ الأمة عصته لم تطع. الأمة عصته لم تطع، هل بلغ وعصته الأمة؟ يبلغ العاصين. نعم. إلا ما أريدك. النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام كفار وقريش وقال أنا رسول الله. هل علي بن ابي طالب بلغ العاصين انه الحجه؟ الرسول وظيفته تختلف عن الامام. طيب شكرا شيخ، على العموم احنا عطلنا مع بعض. شكرا شكرا. اهلا وسهلا. شكرا. الله لا. الرسول وظيفته تختلف عن الامام في نفس الوقت اللي بيقولوا فيه ان الامامه هي امتداد للنبوه. انا بصراحه ما اعرف انا بتحاور مع شخص عامل ازاي. يعني سبحان الله، انتوا شفتوا بعينيكم وسمعتوا بودانكم مماطله
لما تورط في علم الحديث قال لك لا، اصل النبي حجة بشخصه. انا اترك الحكم للمستمع العاقل. انا عارف ان حمد الكراغولي يعني صاحب عقيدة بتنجانية، ما بيردش على اي اسئلة بعلمية، بيلف يلف يلف، ولكن انا لفيت معاه بصراحة لان الموضوع عجبني. ان انا كل حاجة اعلم الشيعة فيها، ان يقول لك الاصول 400 تركوها، ما عندهمش اصول 400، ده احنا عملنا حلقات من اين تاخذون دينكم.